السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلابتي الأعزاء، هذه هي المحاضرة معدة لطلبة المرحلة الثانية، الدراسة المسائية، قسم التحليلات المرضية في كلية العلوم جامعة الكوفة. أنا محدثكم دكتور بسام كريم خضير، وهذه هي المحاضرة السابعة لمادة الأحياء المجهرية بعنوان Prokaryotes and Ecosystem، بمعنى الكائنات البدائية والنظام البيئي. وراح نتكلم في هذه المحاضرة عن جوانب الفائدة، وكذلك نتطرق على بعض الجوانب الإمراضية للكائنات البدائية النواة، واللي هي راح نركز بها على البكتيريا. فأتمنى لكم إن شاء الله محاضرة شيقة. Prokaryotes play crucial role in the biospheres، بمعنى أنه الكائنات بدائية النواة تلعب أدوار أساسية، أدوار حاسمة ومهمة في النظام البيئي. Prokaryotes are so important that if they were to disappear, the prospect for any other life surviving would be dim. بمعنى أنه البروكاريوتيك هي جدا مهمة للنظام البيئي، وإذا اختفت هذه الكائنات البدائية فإنه أنظمة البيئية الأخرى، سواء كانت حيوانات، نباتات، أخرى، جميعها تتأثر والنظام البيئي يتأثر، وبالتالي إمكانية العيش على سطح الكرة الأرضية تصبح جدا صعبة. بالنسبة للأهميات، فلو نأتي إلى على سبيل المثال Chemical Recycling، بمعنى أنه إعادة التدوير الكيميائي. Prokaryotes play a major role in the recycling of chemical elements between the living and non-living components of ecosystem. كثير من المواد الكيميائية اللي موجودة في النظام البيئي حتى نتخلص من عدها يتم عادة تدويرها وتحويلها إلى مواد بسيطة بواسطة البكتيريا، بواسطة الكائنات المجهرية. فنقول إنه البروكاريوتيز تلعب دور أساسي في عملية إعادة تدوير كثير من العناصر الكيميائية بين المكونات، سواء يعني عملية توازن، تحدث عملية توازن ما بين المكونات الكومبوننتس، المكونات الحية والمكونات الغير حية، بمعنى نظام بيئي متوازن ايكو سيستم. اللي تقوم به عادة البكتيريا هي كالتالي، هي تقوم بعملية الديكومبوزرز، بمعنى انه تقوم بعملية التحليل. ديكومبوزرز بمعنى التحليل. Breaking down بمعنى أنها تقوم بعملية تكسير dead organisms and waste products، اللي تقوم به البكتيريا بشكل عام أو الكائنات بدائية النواة، هي تقوم بعملية تحويل المواد من مواد معقدة إلى مواد بسيطة بعملية التحليل. الآن على سبيل المثال أجسام الموتى، لولا وجود الكائنات الحية المجهرية لكانت الأرض الآن تعج بأجسام الموتى، سواء كان موتى الإنسان أو موتى الحيوان أو حتى النباتات الميتة. Prokaryotes can sometimes increase the availability of nitrogen, phosphorus, potassium for plant growth. بالتالي البكتيريا أو الكائنات المجهرية لما تقوم بعملية التحليل، تقوم بعملية تكسير المواد المعقدة وتحولها إلى مواد بسيطة. فبالتالي هذه المواد البسيطة تكون مفيدة للنظام البيئي. يعني على سبيل المثال كثير من النباتات حتى تنمو تحتاج إلى نيتروجين، تحتاج إلى فسفور، تحتاج إلى بوتاسيوم. هذه العناصر مهمة، لأن هذه العناصر بشكل حر موجودة في الطبيعة غير موجودة، أو موجودة بشكل كميات قليلة، فالنباتات تحتاجها بشكل كبير. الأجسام الموتى على سبيل المثال، الحيوانات، النباتات، لما تفسخها البكتيريا وتحولها إلى مواد بسيطة مثل هيك عناصر تكون موجودة بالنظام البيئي للنباتات. Prokaryotes can immobilize or decrease the availability of neutrons. عادة تقوم بعملية ecological interactions، اللي هو اللي يسموها التداخلات البيئية أو التفاعلات البيئية. بمعنى شنو؟ بمعنى أنه عمليات التبادل المنفعة اللي تحدث ما بين الكائنات مع بعضها البعض. على سبيل المثال عندنا السيمبايوسيس اللي هو عندنا يعني معناه بالعربي التكافل.
is an ecological relationship. معنى أنه هي فد عملية ecological معنى أنه بيئي, relationships معنى علاقة, فهي فد نوع من أنواع العلاقات البيئية. In which اللي بيها two species معنى أنه نوعين من الأحياء يعيشان مع بعضهما البعض, زين, أو بالقرب من بعضهما البعض. A large host يكون عادة مضيف كبير, and the smaller symbiont اللي هو الـ 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 الكفيل الصغير بالحجم. عادة الأحياء المجهرية prokaryotes often form symbiotic relationships اللي هي العلاقة التكافلية with the large organisms, معنى أنه بعض الأحياء المجهرية تعيش في داخل أو بالقرب من كائنات أخرى كبيرة وأكثر تطور. يعني على سبيل المثال الأحياء المجهرية اللي تعيش في داخل الإنسان في داخل أمعائه هي نوع من أنواع السيمبيوسيس, نوع من أنواع التعايش, زين, هي تستفاد من الغذاء اللي يكون موجود بالأمعاء, وإحنا نستفاد أنه هي تهضم لنا بعض أنواع الغذاء اللي يكون الأمعاء غير قادرة على هضمها, إنزيمات الأمعاء غير قادرة على هضمها, وبالتالي توفر فد نوع من أنواع العلاقة تبادل المنفعة, فهذا يسموه السيمبيوسيس اللي هو التكافل. أكو هناك علاقات أخرى, مثلا على سبيل المثال الماتشوزم أو الماتيوليزم على لفظ الأمريكي. Both symbiotic organisms benefit. عادة بالعلاقة التبادلية, يعني عندنا هذه العلاقات كلها اللي راح نشرحها الآن هي علاقات symbiosis اللي هو علاقات التكافل. فالنوع الأول عندنا هو علاقات الماتيوليزم اللي هو نوع من أنواع التبادل, يكون العلاقات التكافلية التبادلية اللي يكون بها كل الكائنين, زين, سواء كان الكائن المضيف أو كائن المجهري يستفادن بنفس الوقت, زين, يستفادن اثنيناتهم بنفس الوقت, مثل المثال اللي قبل قليل طرحته على حضراتكم. عندنا النوع الثالث اللي هو الكومنساليزمز اللي هو النوع من أنواع اللي هو اللي يسمون ايضا نوع من انواع التبادل اللي يكون به عاده واحد من المضيف يستفاد في حين المضيف الاخر لا ينظر ولا يستفاد, لا ينظر ولا يستفاد, فهذا النوع من العلاقات يسموه الكومنساليزم. زين, النوع الثالث اللي هو الباراسيتيزم اللي هو التطفل, يكون عاده المضيف الكائن المجهري متطفل على الكائن اللي في داخله, يعني كائن المضيف, فيكونون يسموه طفيلي, وعادة يضر المضيف اللي بداخله. فهنا an organisms called parasite, الكائن اللي يسمى بالطفيلي الباراسايت, harms يؤذي معنى أو يضر, زين, يضر بما بالمضيف مالته, but doesn't kill its host, ما يقتل المضيف مالته حتى يستفاد من عدة. وهذا طبعا في حال إذا كان الكائن ممرض الباراسايت, زين, في هذه الحالة نسميه باثوجينز, يعني كائن ممرض, وهذه أخذنا عليها أمثلة كثيرة جدا في المحاضرة الثانية. زين, فعدنا هنا التبادل وعدنا التكامل وعدنا الكومنساليزم. زين, بعض أنواع المجتمعات الإيكو سيستمز على سبيل المثال تعتمد في كثير من الأحيان عليما على البكتيريا اللي تصنع الغذاء. يعني في بعض الأحيان هذه البكتيريا عادة توفر هذه البكتيريا فد نوع من أنواع مصادر الطاقة المن لكائنات أخرى مثل الكائنات البحرية. تكون البكتيريا وتكون الكائنات البدائية هي مصدر غذاء لهذه الكائنات اللي موجودة في البحار على سبيل المثال, أو حتى في كائنات أخرى مثلا تقدر مثلا تستغل الخلية البكتيرية كطعام إلها على سبيل المثال, فهذا مصدر إنرجي. توليدها للأكسجين في الجو هو أيضا نوع من أنواع المصدر للإنرجي. طيب, ولكن مع ذلك الكائنات أيضا المجهرية مثل ما تعرفون حضراتكم إنه قد تكون بها تأثير سلبي. على سبيل المثال some prokaryotes are human pathogens, بعض أنواع الكائنات المجهرية تكون ممرضة للإنسان, ولكن أنواع أخرى لها فائدة للإنسان. المثال اللي ذكرناه اللي هو الماتشيلستيك بكتيريا اللي هي البكتيريا اللي تكون عادة تبادلية من حيث منفعتها اللي موجودة في الانتستينز مالت الهيومان اللي هو الأمعاء,
Human intestines معناه إنه أمعاء الإنسان تكون عادة home to about معناه تكون حاوية أو تكون يعني ملاذ خلينا نقول لحدود 500 إلى 1000 نوع من أنواع البكتيريا. في أمعائنا هناك حدود 1000 نوع من أنواع البكتيريا المختلفة. معظم هذه الكائنات المجهرية اللي تكون موجودة في داخل أمعائنا هي كائنات مفيدة. ليش؟ لأنه هي تهضم لنا الطعام اللي إحنا غير قادرين على هضمه. ولذلك حتى الآن أشخاص اللي يعانون على سبيل المثال من تهيج القولون في بعض الأحيان من يروحون للأطباء يوصلهم في نوع من أنواع الكبسول. هذا الكبسول هو عبارة عن سترينات بكتيرية مفيدة. الآن على سبيل المثال بعض الألبان اللي نأخذها تكون حاوية على نوع من أنواع البكتيريا المفيدة مثل اللاكتوباسيلس اللي تكون موجودة بألبان مثل الأكتيفيا وغير الأكتيفيا. ولكن بالمقابل أكو أنواع أخرى من الكائنات تكون ممرضة للإنسان. على سبيل المثال أكو عندنا مرض يسموه لايم ديزيز. اللايم ديزيز عادة فنوع من أنواع البكتيريا، هذه البكتيريا تصيب نوع من أنواع الحشرات وتكون متطفلة على هذه الحشرة. هذه الحشرة عادة زين اللي هو التكس هذا النوع من الحشرات القراد زين مجرد انه يسع يعني يلسع الانسان او يلسع الحيوان راح ينقل هذه البكتيريا. هذه البكتيريا تبقى بالبدايه تسبب اعراض بسيطه ولكن بعدين تسبب اعراض جدا هائله. هذه الاعراض معظمها تكون عاده بالتشنجات في البدايه ثم بعد ذلك تصير عباره عن نوع من انواع الشلل العصبي، وهذه منتشره كثيرا في امريكا في بعض الدول الامريكيه يعني الولايات الامريكيه. هذا هو التيكلز او التكس زين، وهذه هو البكتيريا نوع من انواع السبايروتشيتس بكتيريا. نشوف انه شوفوا لما يعني تلسع الانسان وتنقل البكتيريا كيف تاثر وكيف تنتشر. بعض الاحيان الانسان اصلا ما يلاحظها وما يشعر بها الا بعد فتره طويله يبتدا الاعراض، ثم تزداد الاعراض لفتره طويله وتحتاج كورس كامل انتيبايتيك مزعج الى ان يتم علاجها. Pathogenic bacteroids, prokaryotes, typically cause disease by releasing exotoxin or endotoxin. بمعنى أنه كثير من أنواع البكتيريا وكثير من أنواع الكائنات المجهرية تتميز بأنه تنتج أنواع من السموم. هذا السموم مرة يسموها exotoxin ومرة يسموها endotoxins. بالنسبة للexotoxins هي السموم اللي تفرزها البكتيريا. البكتيريا تنمو وتفرز سموم وهي حية، وبالتالي هذه السموم اللي تفرزها راح تسبب ضرر المن للمضيف مالتها. Exotoxin are secreted يعني معناها تفرز and cause disease وتسبب لنا أمراض even in the prokaryotes that produce them are not present. حتى وإن كان البكتيريا غير موجودة سموم هذه البكتيريا هي وحدها كفيلة بإحداث أمراضية. على سبيل المثال الأشخاص حضراتكم اللي يشتغلوا بالمستشفى لاحظ انه كثير من انواع الستافيلوكوكوس مثلا تفرز انواع من انواع السموم اللي تحلل لنا كريات الدم اللي هي الالفا والبيتا وغيرها. بالنسبه للاندوتوكسين لا، الاندوتوكسين بعض انواع البكتيريا اللي تكون عاده جرام نيجاتيف بمجرد انه البكتيريا ما تموت بمجرد ما تنفجر البكتيريا او غشائها الخارجي يدمر تخرج فد انواع معينه من السموم من داخل جسمها زين من داخل عفوا الخلية من داخل الخلية. فلما تخرج السموم من داخل الخلية بعد موت البكتيريا يعني البكتيريا تموت تبدأ الجدار أو الغشاء الخلوي بالتحطم تتحرر هذه السموم بتسبب لنا مشاكل هائلة جدا. فالإندوتوكسين are released only when bacteria die and their cell wall break down تتحطم. بالمحاضرة السابقة ذكرنا في الشيء اسمه الهوريزنتال جين ترانسفير إذا تذكرون اللي هو عملية الانتقال الجينات بشكل مستعرض. انتقال الجين من سبيشيز إلى سبيشيز آخر مختلف يعني قلنا إذا تذكرون من ستافيلوكوكوس إيرياس إلى مثلا ستافيلوكوكوس إبيديرميداس على سبيل المثال زين، أو مثلا من مايكوبكتيريوم تيوبركلوسيس إلى مثلا مايكوبكتيريوم مثلا بوفيس مايكوبكتيريوم سميغمارتس مايكوبكتيريوم نوع آخر وهكذا. فبالتالي عندنا مثلا ستريبتوكوكس فيكالس تنتقل مثلا من ستريبتوكوكس فيكالس إلى ستريبتوكوكس نيمونيا. ف
فليصير شنو انتقال الجينات من جنس زين من عفوا من نوع بكتيري الى نوع بكتيري اخر من ضمن الجنس من ضمن الجنس. يعني مو انتقال مثلا جين من بكتيريا اي كولاي يعني اشيريشيا كولاي الى بكتيريا مثلا ستافيلوكوكس اريس، هذا ما يسموه هوريزونتال. المهم عملية انتقال الجينات بشكل مستعرض بالشكل اللي ذكرناه قد يؤدي الى نقل عوامل ضراوة فيرولنس فاكتور. عوامل الضراوة اللي هي كل جينات مسؤولة عن انتاج انزيمات تكون هذه الانزيمات تفرز سموم، على سبيل المثال سموم اللي تحلل كرات الدم الحمر زين، هذا نوع من انواع السموم، السموم العصبية نيوروتوكسين، السموم المعوية انتيروتوكسين وهكذا. هذه التوكسينات هي عبارة عن شنو بروتينات زين، شلون هاي تكتسب الخلية هاي عامل الضراوة؟ يكون عادة عن طريق انتقال الجينات من بكتيريا إلى بكتيريا أخرى. الجين مثل ما ذكرنا أنه مسؤول عن عملية صناعة البروتين، كل جين مسؤول عن صناعة البروتين. Some pathogenic bacteria are potentially weapons of bioterrorism. بعض انواع الباثوجينيك بكتيريا، بعض انواع البكتيريا يستخدموها اصلا كسلاح في الاعمال الارهابيه. يعني على سبيل المثال الجمره الخبيثه نوع من انواع البكتيريا، باسيلس انثراكس كانت تصنف من ضمن الاسلحه الوبائيه، الاسلحه الجرثوميه وهكذا. Prokaryotic and research on technology. Experiments using prokaryotes have led to important advance in DNA technology. الآن عندنا هذه العمليات اللي تتم اللي مثلا هندسة وراثية. نسمع انه مثلا انتاج الانسولين من البكتيريا. الانسولين كان سابقا يستخرجون من حيوانات من انواع الخنازير. وكان استخلاصه جدا صعب وفقط للاثرياء يحصل عليه. بفضل الهندسه الوراثيه قمنا نستطيع ان نخلي البكتيريا هي تنتج لنا الانسولين. فاليرد اقول هنا بهذا الاستعيد انه بروكاريوتيز معناه انه الكائنات احاديه او الكائنات بدايه النواه بداوا تستخدم وين؟ في مجال الريسيرش، في مجال البحث العلمي، وفي مجال التكنولوجي، في مجال التقنيه. فالإكسبرمنتس معنى أنه التجارب using prokaryotes اللي تستخدمينها الكائنات المجهرية، اللي نستخدم بها الكائنات المجهرية، أدت لنا إلى تطور هائل في الـ DNA تكنولوجي، تقنية الـ DNA. يعني على سبيل المثال الآن الجين ثيرابي اللي إحنا الجين ثيرابي الآن المستخدم شلون يتم؟ يتم عن طريق استخدام فيروسات. على سبيل المثال تجيب فيروس معين تحمله بقطعة DNA، DNA تدخلها بداخل الخلية وتصلح الضرر الجيني اللي موجود داخل الخلية وهكذا. على سبيل المثال عندنا خلية الإيكولاي، الخلايا المعوية، خلايا الإيكولاي يستخدموها بالهندسة الوراثية بتقنية يسموها جين كلونينج، كلونة الجينات، وهذه إن شاء الله تأخذوها بالتفصيل بالمرحلة الرابعة. على سبيل المثال أكو بكتيريا ثانية اللي هنسميها أجروبكتيريوم تيوموفيسينس is used to produce transgenic plants. النوع من انواع الان النباتات المهندسه وراثيا. الان احنا مثلا في مجال الهندسه الوراثيه او في مجال التقانة الحيائيه في مجال النباتات، الان مثلا على سبيل المثال انا بسوي تيشو كلتشر. شنو اسوي تيشو كلتشر؟ شنو هو التيشو كلتشر؟ زراعه النخيل. خب ما مثلا انا لما ارد ازرع نخله اجي ابذر البذره وانتظر سنواتها طويله الى ان تخرج لي وتصير ثمره كامله، وبعدين اشوفها انه لو تعطيني رطب يعني تمر من النوع المحبذ لو اسوء انواع التمور، وقد تكون حتى النخله ذكر فبالتالي ما تعطيني غير بس حبوب طلع. بفضل عمليه الترانسجينيك بلانتس وعمليات الهندسه الوراثيه، عمليات البايوتكنولوجي، أصبح بالإمكان التلاعب جينياً ونقل جينات معينة وإجراء تجارب على مستوى الـ DNA وبالتالي الحصول على أجناس معينة نحتاجها. بكتيريا can now be used to make natural plastic. الآن في مجالات الصناعة بعض أنواع البكتيريا ربما غير متعارف عليه أنه تنتج لنا نوع من أنواع البلاستيك الطبيعي. نوع من أنواع البلاستيك الطبيعي يستخدمون هذه البكتيريا لإنتاج
نواتجها الأيضية الثانوية تستخدم لإنتاج بلاستيك طبيعي، فبتستخدم في مجال التكنولوجيا وفي مجال الريسيرش. Prokaryotes are principal agents in bioremediations that used of organisms to remove pollutants from the environment. معنى أن الكائنات المجهرية تستخدم كعامل أساسي في عملية البيورميديشن. عملية البيورميديشن بعض الأحيان يصير عندنا تلوث في البيئة. شلون يصير تلوث؟ يعني مثلا باخرة نفط وتنقل نفط من الخليج العربي إلى مثلا سواحل الولايات المتحدة أو أوروبا، وفي نصف المحيط مثلا صار بيها خلل معين وسربت النفط في المحيط، كيف هذا يتخلصون من عنده؟ عادة عندنا شيء يسموه البيورميديشن، اللي هو استخدام الكائنات المجهرية حتى يحللون هاي المواد الكيميائية. في شيء يسوون؟ يجيبون البكتيريا ويرشوها عليها نوع من أنواع البكتيريا، وهذه البكتيريا تبدأ بتكسير المواد الكيميائية وتحولها إلى مواد بسيطة لا تضر بالبيئة. فالبيورميديشن هي عبارة عن بروسس، زين، عن فد عملية يتم فيها استخدام الأورغانيزمز اللي هي هذه البروكاريوتيز كانت بداية النواة من أجل إزالة المواد الملوثة في البيئة. Bacteria can be engineered to produce vitamins, antibiotics, hormones. الآن على سبيل المثال ذكرنا الإنسولين، شلون البكتيريا تكون الإنسولين؟ نأخذ البلازميد مجال الهندسة الوراثية ونجيب جين معين مثلا جين إنسان وندخله ببلازمين، وبعدين هذا البلازمين دخله بالبكتيريا، والبكتيريا تقوم تنتج لي بروتين اللي هو بروتين الانسولين اللي هو هرمون الانسولين. كذلك البكتيريا، بعض انواع البكتيريا تستخدم لانتاج فيتامينات وكذلك مضادات حيويه. Bacteria are also being engineered to produce ethanol from waste biomass. كثير من انواع المركبات الكيميائيه الان من تنتج؟ تنتج بواسطه البكتيريا. الإيثانول هذا اللي نعقم به، كيف نتجه باستخدام بكتيريا مهندسة وراثيا، زين، تستخدم فت كتلة معينة من المخلفات النباتية بايوماس، زين، أو مخلفات البيولوجية، وبعمليات التخمر وبعمليات التحلل أيضا تنمو البكتيريا وتنتج هاي الكحولات، وبالتالي تنتج لي مثلا إيثانولات وإلى آخره. الآن على سبيل المثال عندنا هذه السيدة الآن تدرس سيارتها بالنوع من أنواع البايوفيول يسموه الوقود البيولوجي. من ينتج هذا الوقود البيولوجي؟ سواء كان إيثانول أو غيره، ينتج عن طريق البكتيريا. الآن عندنا هذا الرجل هنا الآن دعي يرش نوع من أنواع المواد على منطقة بيئية ملوثة، شنو اللي يرش؟ يرش نوع من أنواع البكتيريا وهكذا. فبالتالي يفضل أن للبكتيريا في القيام بالحفاظ على البيئة. بالنهاية نصل إلى نهاية المحاضرة. أتمنى إن شاء الله أنه أكون وفقت في طرح النقاط الأساسية لهذه المحاضرة. إذا أي أحد عنده أي سؤال feel free to ask بصفحة الفيسبوك أو عن طريق المودل. شكرا جزيلا لحضراتكم، وأسألكم الدعاء لي ولوالدي. أنا محدثكم.